أنا أول مرة أنا أبارك لأهلي في صلاح من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها وأقول لهم هذا النصر هو إلكم ولأبنائكم وإن شاء الله راح نبلش بداية جديدة. وأنا أشكر إخواني رئيس وأعضاء مجلس المحافظة اللي منحهم الثقة وأشكر كذلك أخوة النواب وأدعوهم أن يكونون عون وسند لمحافظة صلاح. أنا من هنا أوصي كل دوائرنا الالتزام والضبط والنزاهة والكفاءة هي برنامج عمل. كل شيء اسمه مو نظيف ما يبقى في دائرة، كل شيء اسمه مو نزيه ويبتز العالم ما يبقى في الدوائر ابدا. اريد دوائر تفتح ابوابها وتخدم المواطن. ما نقبل ابدا واحد يبتز مواطن باسمه. ما نقبل وجوه قديمه كانت تسيء تبقى بالمحافظه لا على المستوى الشخصي. ما نقبل اقرباء يتحدثون باسمنا ابدا. نقبل حكومه. نريد نبني دوله نستغل علاقاتنا نستخدم علاقاتنا القوية الموجودة في مركز بغداد لخدمة أهلنا بالتعاون مع كل الأحزاب الموجودة في صلاح الدين بالتعاون مع كل الكفاءات. راح يكون تشكيل الحكومة والدوائر على أساس الكفاءات. راح أكو استحقاقات لكل الأحزاب نهتم بها لكن مو إملاءات. احنا ما عندنا رعاية اجتماعية حتى ناخذ رواتب. احنا نريد خدمة، نريد نطور صلاح الدين، نريد نبني صلاح الدين. هذه الحكومة هي حكومة خدمات في مجلسها وفي محافظها وكذلك الدوائر. فرسالة خلي يسمعوها كل دوائرنا، اي واحد مو نظيف يبحث عن فائدة لا يبقى بصلاح الدين. خلي يروح نشوف. شكرا جزيلا. المرحلة المقبلة شنو اولوياتكم؟